السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نائب رئيس جمعية أيادي الأمل، هي كي تعرفوا جمعية شبابية خيرية كنا من تقريبا من الحيد ديالنا، وخا تزادوا علينا بعض الأفراد اللي من بعد فاش كبرات الجمعية شوية الحمد لله تزادوا علينا بلايص أخرين. الفكرة جاتنا احنا كشباب كنا تنقعدوا هذا وتنشوفوا الحي مهمش شوية، الناس خاصينهم محتاجين وهذا، قلنا علاش ما نكونوش حنا بعضياتنا بحكم أنا ما كاينينش الجمعيات اللي عندنا في الحي ديالنا اللي هو الحي العسكري. وكنا حنا في الاول 5 ولا 6 دراري تقريبا، وكنا ومن بعد بداو تيعرفونا الدراري، وجد تكون هذه الجمعيه الحمد لله. هاد المبادره هادي هي وحده من المبادرات اللي تنقوموا بها الحمد لله، قمنا بزاف الاعمال الخيريه، وهادي حتى هو عمل خيري غادي نحسبوه، يعني تنديروا واحد لي باك ديال العشاء الافراد ديال الاشخاص اللي هما اللي تما تيكونوا في الشوارع الله يحسن الاحوال، وكيف تعرفوا البرد وهذا، تنفكروا فيهم بعض الوجبات عشائيه، يعني الباك غادي بحال اليوم دايرين 60 باك، اللي كل باك تحتوي على قرعه ديال الماء صغيره، بنانا، ليمونه، ساندويتش، يعني دانون، يعني حوايج بحال هكا اللي ضروري خصو يتعشى بهم داك الشخص، يعني تنفرحوا واخا غير مره في الاسبوع ولا شي حاجه. هادشي هو اللي كاين. السلام عليكم، معكم ياسمين قمري، عضو من اعضاء جمعيه ايادي الامل. اليوم الخرجه ديالنا كتحتوي على باك اللي هو فيه واحد العشاء اللي هو متكامل، كتكون من قرعه ديال الماء، ياغورت، بنانه، واحد الليمونه، وساندويتش. اليوم ان شاء الله غنفرقوا على الناس اللي بدون ماوى، اللي كيعيشوا في الزنقه، وان شاء الله دوز معنا هذه الخرجه بخير وعلى خير. شكرا لكم. معك سي محمد بلحاج، عضو من جمعيه ايادي الامل مراكش. الان تنقوموا بواحد الخرجه ليليه اللي هي توزيع وجبات العشاء على الناس المتشردين اللي دون ماوى. والان دابا حنا راه يعني خارجين تنفرقوا، دابا حاليا حنا راه تنفرقوا فيها، وكنتمنى تدوز هذه الخرجه مزيانه، واللي هي ثاني خرجه ان شاء الله تنقوموا بها، خرجه ليليه. بالنسبه حنا الشباب بيناتنا يعني كنتعاونوا بيناتنا، كنجمعوا بيناتنا، وكاينين بعض المحسنين يعني الاصدقاء ديالنا، ماشي يعني كنتعاونوا غير بيناتنا، ماشي شي حاجه، ما عندناش معاونات زعما خارج الجمعيه، يعني افراد ديال الجمعيه هما اللي كيتعاونوا بيناتنا، حيت حاليا تقريبا يلا دابا شي 6 شهور هذه باش بدينا ولا 5 شهور، يعني باقي حنا في البدايه. الحمد لله. وكنتمنى من زعما من الناس اللي يشوفوا هذا الفيديو هذا يتعاونوا مع جمعيه ايادي الامل مراكش، حيت باقا في البدايه ديالها. حاليا تقريبا الاعضاء ديال الجمعيه تقريبا 80% من الحي، ولكن 20% خارج الحي، يعني كاينين الناس معنا منخرطين معنا خارج الحي، وكنقوموا بنشاطات ماشي في يعني في الحومه ديالنا، يعني درنا خرجات جبليه، يعني بزاف خرجات درنا، ماشي اول خرجه تنديروها، تنديروا يعني كنصيبوا الجرادي، تنقوموا بالنظافه ديال المساجد، بزاف ديال الاعمال كنديروهم.